والصلاة والسلام على خير الأنام وأفضل المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. التربية واجب حق مسؤولية ونعمة، هي واجب على ولي الأمر بالدرجة الأولى أبا أو أما أو غيرهما، وواجب على الابن ذكرا أو أنثى أن يلتزم بآدابها، وهي حق للابن على أبيه لا يسوغ له التنازل عنه أو التفريط فيه، وهي مسؤولية أن يدرك المعني بها، والجميع معني بالتربية أسسها ومبادئها وحدودها الثابت والمتحول فيها الآليات والنتائج، وهي نعمة إذا جعلها الخالق سبحانه إذ جعلها الخالق سبحانه إحدى مظاهر عظمته في أعظم خلقه وهو الإنسان، بها يتجلى أثر العقل والدين في صياغة الإنسان، وتؤشر إلى رحمة الباري سبحانه في عدم قهر عباده على ما يكرهون تشريعيا، ليصدق عنوان الثواب والعقاب وتبطل حجة الجبر وانعدام الحيلة. في لقائنا هذا الثالث تحت هذا العنوان التربية في موسم السيدة الزهراء عليها السلام الأسري، نلتقي مع سماحة السيد كامل الهاشمي حفظه الله ليتحدث لنا حول كيفية التعامل مع الابن المراهق. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فقال هذه الآية توبيخ لابن 18 سنة. هذه الآية توبيخ يعني تعيير وتحفيز وتنشيط إلى ابن 18 سنة. قبل أن أشرع في الموضوع وبيان تفاصيله وكيف سنعمل على معالجة البعد الداخلي والبعد الخارجي في حياة الطفل المراهق الإنسان، سأذكر أو أقرأ هذه الرسالة التي قدمها لي فقط من قبل ربما 3 أو 4 أيام أحد الآباء الذي أحضر ابنه معه، وسرد لي مع والدة هذا الابن المشاكل التي يواجهها أو يثيرها هذا المراهق في حياة هذا البيت، وهي أعتقد أنها مشاكل مشتركة وظواهر شاملة نجدها في حياة كل مراهقين شبابا وشابات. واحد، الإهمال المتعمد في الدراسة وعدم الاكتراث بأداء الواجبات المدرسية، وكثرة الشكاوى من بعض المدرسين واختلاق المشاكل مع المدرسين والطلبة. التسرب، 2، التسرب من معظم البرامج التي تم إلحاقه بها، يعني هذا المراهق، كدروس اللغة الإنجليزية، التصوير، التجويد، التكليف، القرآن وغير ذلك.
الثالث السهر في ليالي الإجازات حتى منتصف الليل وعدم الرد على التلفون خارج المنزل. الرابع التدخين. الخامس قصات الشعر الغريبة وعدم التراجع وسماع النصيحة. التطاول باللسان على أمه وإخوته وببعض الكلمات النابية. سرقت بعض الأموال من محافظ إخوته وأمه. سرقت مفاتيح السيارات وسياقتها. الخروج في المسيرات الليلية التي تتسم بالعنف وعدم سماع النصيحة وجعل والدته في قلق دائم. الشك من عدم أداء الصلاة في بعض الأحيان. مرافقة بعض أولاد المنطقة الطائشين. وربما كثير أيضا من الآباء والأمهات يرفقون هذه العبارة بأنه قبل هالحالة هذه الذي حصلت فجأة في التغير في هذا الولد المراهق. الولد المراهق كان على عكس ذلك تماما. هنا الأب أيضا يقول علما بأنه كان من المتفوقين دراسيا ولديه العديد من شهادات التفوق والتميز في الرياضيات والإنجليزي والتصوير والكمبيوتر وهو عضو اللجنة الإعلامية وكذا. طيب إحنا الآن أمام ظاهرة وحالة تأخذ من زمان ومن عمر أطفالنا ومراهقينا الشيء الكثير، وليس دائما يتخطى المراهقون والمراهقات هذه الفترة بسلامة. يعني هي مرحلة قد تكون أعقد المراحل في حياة الطفل. سنسمي هذا الإنسان طفلا في موقع التربية على أساس النظرية التي نستكملها أو استكملناها في بقية المحاضرات السابقة التي كانت في محلات أخرى، أن الطفل ينظر إليه على أنه يمر بثلاث مراحل وتبنى ثلاث طوابق في حياته. الطابق الأول الذي يكون المسؤول عن بنائه وإعماره وتأسيسه في حياة الطفل هو الأب والأم الوالدان، هو مرحلة اللعب. المرحلة الثانية هي مرحلة الأدب. المرحلة الثالثة هي مرحلة الصحبة والتي يشير إليها حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه للآباء: لاعب ابنك سبعا وأدب ابنك سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له الحبل على الغارب يفعل ما يشاء. أنا الليلة لست في صدد الحديث عن هذا البعد. تحدثت في محاضرات ربما كانت دورات خاصة بشكل مفصل عن كيف يبني الآباء والأمهات هذه الطوابق الثلاثة في حياة أبنائهم، وبعد بناء هذه الطوابق يحق للأب ويحق للأم أن يواجه ربهما ببراءة الذمة. إن إحنا الشلة علينا سويناه، إحنا بنينا الجنبة الأولى وهي المهارات الحركية عبر اللعب ولعبناه سبع سنوات، مدرسنا مو أخذنا بالقوة إلى الحضانة أو الروضة أو المدرسة، لا لعبناه. والمرحلة الثانية أدبناه وأعملنا أسلوب الأدب في تربية هذا الطفل، ثم المرحلة الثالثة صاحبناه بمعنى أنه الولد أصبح صاحبا أو الأب الأحرى هو اللي يصبح صاحب إلى ابنه يصاحبه يعني صديق، والأم تصبح صاحبة لبنتها. وبعد ذلك يقول الرسول اكتمل صلى الله عليه وآله وسلم اكتمل بناء الطفل، ولذلك اذهب إلى بيتك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم وحطوا رأسكم على قولتنا على الموسدة واطمأنوا، أولادكم راحوا جامعة لو راحوا أي محل لأنكم استكملتم بناء شخصية هذا الطفل. ولذلك الرسول يقول ثم اترك له الحبل على الغارب، لا تسأل ولا تهتم ولا تقلق بأن طفلك أو ولدك وين راح، هذا أصبح رجل الآن لا تخاف عليه. هذا البعد أو هذه المنهجية العمودية في التربية
هذه لست الليلة في صدد الحديث عنها، الليلة ما أريد أتحدث عن هذا الشيء، أريد أتحدث عن البعدين الأساسيين في تربية الطفل، وهما البعد الخارجي والبعد الداخلي. البعد اللي داخل نفس الطفل، عالم الداخلي، مشاعره، أفكاره، كيف يكونها، مواقفه، كيف يتخذها، وعلاقته بالعالم الخارجي بكل ما فيه، بالناس، بأول شيء طبعا الأبوين، الأخوان، الأقارب، الجيران، أهالي القرية، المدرسة، المجتمع الواسع الكبير، إلى نظرته إلى سائر الناس وسائر البشر، مفاهيمه حول الدين، حول الله سبحانه وتعالى، مفاهيمه الأخلاقية. هذا الجنبة التي أريد الليلة الحديث عنها. دعوني أصور لكم في البداية هذا الطفل بطائر، خلنا نصوره أنه كما الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا مقسوما، أو في ما حكاه عن قضيتي وكرامتي عيسى عليه السلام أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أنت الآن طفلك اعتبره طير، عنده رأس اللي هي التربية بالصحبة، قلت هذا ما راح أتعرض إليها الليلة، عنده بدن البدي ماله الطير. الآن تخيلوا كل واحد منكم، خلي يتخيل لأي طير، راح يشوف هناك عنده رأس هي التربية بالصحبة، عنده بدن هي التربية بالأدب، عنده ذيل هي التربية باللعب. هذه اليوم ما راح نتكلم فيها، نتكلم أن هذا الطير يطير بشنو؟ بجناحين. اليوم كلامنا في هذين الجناحين اللذان يطير بهما الطفل. جناح أول هو تربية الداخلية، هو داخل الطفل، أعماقه، عالم الخاص، أحاسيسه، مشاعره، هذه راح نتكلم عنها. هذه أو هذا البعد الأول والأهم الذي يتم تأسيسه من خلال التربية العمودية. ها؟ الجناحين راح يتركبون تركيب صحيح إذا الرأس موجود، البدن أيضا موجود، والذيل إلى دوره وقاعد يقوم بوظيفته. بعد ذلك يأتي الجناحان اللذان هما التربية الداخلية الباطنية، ويأتي البعد الآخر الذي هو التربية الخارجية. فإذا حديثي فليكن واضح بأنني سأتحدث عن هذين البعدين فقط. انطلقت في الحديث من الآية المباركة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الآية أقرأها في سياقها الشامل أولا، قوله تعالى في سورة فاطر الآيتان 36 37، قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يصرخون في النار: يا ربنا أخرجنا، أعطنا فرصة جديدة لنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. طبعا كلنا نعرف أنه ما في مجال، انتهت الفرصة. فرصتك إذا بتربي الطفل وبتربي نفسك، والدك يريد فرصة، الفرصة في هذه الحياة الدنيا. بعد انتهاء هذه الحياة الدنيا الأسف وعض الأصابع من الندم ما يرجع شيء. وقول الإنسان: يا ليتني كنت ترابا ويا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، كل أنواع الندم هذه ما راح تفيد. إذا عندك قدرات كلها أبدها وأظهرها وقت الامتحانات، في قاعة الامتحانات، بعد ذلك بعد ما انتهت الامتحانات تقول تذكرت الجواب، ما ينفع شيء. طيب، الله سبحانه وتعالى بماذا يجيب هؤلاء الناس الذين يقولون: يا ليتنا نرجع ونعمل غير الذي كنا نعمل؟ يقول لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هذا بعدكم الداخلي.
يعني ما مرت بكم في الحياة تجارب كثيرة؟ هذه مو كافية لأن تنبهكم داخليا. يعني الإنسان اللي يقول بأنه أنا اتبعت الشيطان على عماية على عماية، طيب أنت عندك تجربة كما كنت تقول لهذا الابن اللي جمع أبيه؟ قلت له بابا أنا قاعد أنصحك نصيحة إنسان عاقل، ما لي يشغل بدين بعمامة، كونك متدين مو متدين، تؤمن بالإسلام أنا أؤمن بالإسلام، ما لي يشغل، شيل هذه كلها، اعتبرنا ناس عقلاء. بس الآن لما أنت اجي تعتبر حياتك بأنه تسوي فيها ما شئت وتفعل ما شئت، قل لي أنت حياتك لها نهاية وما لها نهاية؟ طيب أبوك موجود وياك، جدك وين؟ قال جدي لا موجود. أبو جدك؟ قال مات. أبو جدك مات. فأنت عندك يقين بأنك أنت بعد شنو؟ أنت بعد بتموت. ها؟ الحياة البشرية الله سبحانه وتعالى جعل محفزات للذاكرة موجودة في كل إنسان. يعني الموت ما نجحنا يوم من الأيام قاعدين مسوين اجتماع بأن الموت بيوصل إلينا، ما فيها الحكي هذا. ليش؟ لأنه كنا من إحنا صغار لابد واحد منا وعى على شنو؟ على أنه جد قريبة ما أدري فلان مات، فنكبر وإحنا مسلمين بأن الموت نهاية الجميع، صح؟ طيب أيضا لما نجي نتذكر العدو اللذود الذي الله سبحانه وتعالى حذرنا منه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنت لما تجي وبتلعب هذه اللعبة اللي لعبها منه بعد أبوك بعد لعبها له. أبوك بعد حينما خلقه الله سبحانه وتعالى أيضا جعل الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق، فأنت الشيطان لك عدو، كما كان الشيطان لأبيك عدو، وكما كان الشيطان لجدك عدو، وكما كان الشيطان لجد جدك إلى منه إلى الأصل. الأصل من؟ آدم وحواء، اللي نتائج الذاكرة البشرية كلها موجودة فينا، كلها موجودة في الدي ان مالنا، في الدي ان اي مالنا. ها الذاكرة البشرية تحمل ان احنا مرينا بعدو، والله سبحانه وتعالى اتاح لنا الفرصة في ان ناكل ونشرب ونعيش في جنة لا نجوع فيها ولا نعرى ولا نظمأ فيها ولا نضحى ولا نذوق فيها الموت الا الموتة الاولى، وقانا ربنا إلى غير ذلك كل أوصاف الجنة، وفقط قال لنا ماذا؟ فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. هذه الذاكرة موجودة عندنا كلنا وتسلسل وتجي إلى كل جيل من الأجيال، وراح نخوض نفس اللعبة وبنفس الطريقة وبنفس العناصر. يعني أبونا آدم أمنا حواء اللذان خاضا هذه المعادلة ورتبا هذه المعادلة بعد أن أغواهما الشيطان ووسوس لهما وأخرجهما من الجنة وكشف لهما عن سوآتهما لما أن عصي الله عز وجل، والله عز وجل حينئذ أخرجهما من الجنة، لأن الجنة ما فيها معصية، الجنة ما فيها مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه التجربة انتقلت إلينا إحنا، راحت في جيناتنا، ولذلك الجينات مو فقط تورث الخصائص كما يقولون الخلقية، لا تورث حتى الخصائص الخلقية. الجينات تورث حتى شنو؟ الخصائص، يعني الذكاء، الغباء، السرعة، العجلة، الغضب، هذا أيضا تجدها مورثات موجودة. طيب رب العالمين يقول إلينا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، إحنا عطيناكم فرصة من العمر لكي تتذكرون. يعني مثلا إنسان عنده اعتقاد بأنه أنا إذا مشيت في العالم وبين الناس وأنا أظلم وأسرق وما أدرس عدل وأتهرب من المدرسة بتمشي الأمور في الحياة،
وبصير إنسان كبير ومحترم. يقول لا أكو فلان ظلم وفسق وفجر وكذا وآخرته كان شنو؟ راحل إلى مزبلة التاريخ. فلان الثاني أيضا شنو؟ نفس الشيء. يعني فرعون هو أيقونة مثل ما نقول اليوم، أيقونة إلى أن الظالم والمستبد دائما نتيجته الهلاك والخسران. قانون سنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلذلك القرآن الكريم كله لو لاحظناه هو أيقونات. نمرود أيقونة، قارون أيضا أيقونة للتاجر اللي يشوف نفسه مرة واحدة، وإذا صعدت الأسهم وارتفع فوق من وين؟ يدق على صدره ويقول قال إنما أوتيته على علم من عندي. ها؟ نسى الله سبحانه وتعالى وذكره قومه. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ولكن ما استفاد، ما قعد الصبح إلا خسفنا به وبداره الأرض. ها؟ هذا هذه المراحل، هذه التجارب التي تمر بنا في الحياة كافية أن يتذكر الإنسان ويأخذ قاعدة كلية. يعني متى نقول إنسان هذا إنسان ذاكر؟ الإنسان الذي يأخذ قاعدة كلية من التجارب. قلنا وضع الحديد على النار تمدد مرة أولى ما يقدر يأخذ قاعدة، بس مرة ثانية تأكد أكثر، صار 50% أنه يتمدد. المرة الثالثة أو الرابعة أصبح قانون كلي نؤسس على أساسه حياتنا في مختلف المجالات، بحيث أنه اليوم ما يجي مهندس بيدخل في الهندسة هندسة جسور أو هندسة أي شيء آخر، يجي يقول اثبتوا لي بالدليل بأن شنو؟ بأن الحديد يتمدد بالحرارة. يقول فلان أرجوك، يعني هذه مسلمات، ما أصبحت بعد واجد عندنا مسلمات ما يحتاج إنسان يسأل عنها أصلاً. اللي يسأل عنها واقعاً خلي الناس يسأل عن عقلها إنه صاحب أو مصاحب. ها؟ هذه التجارب التي نمر بها البشر نحن هي كافية لأن نتذكر فيها. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. طيب الشيء الثاني، قد يقول بعض الأشياء أنساها أغفل عنها، المعلومات الأخرى قد ما أدري عنها. من جهة أخرى هنا الله عز وجل يقول وجاءكم النذير، ورسل وأنبياء محفزين من خارج هم جاءتكم، بعث الله الأنبياء ليثيروا دفائن العقول كما يقول الأمير عليه السلام. يعني إذا فيكم شي مدفون لو ما بعث إليكم أحد يستخرجه ويحفر في هالبئر وهالمنجم وطلع هالكنز، نعم. لكن الله عز وجل أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ لا، الله عز وجل لابد يبعث إلى الناس من ينبههم بأن في داخلهم موجود كنز، وهو الذاكرة البشرية الأولى اللي تعرف الشيطان وتعرف طريق الشيطان شنو منتهى، وتعرف الله سبحانه وتعالى وهي الفطرة التي فطرنا عليها، وأن منتهى إجابة دعوة الله الجنة. لكن الإنسان قد يغفل، الله يبعث إليه المحفز الخارجي وهو من؟ وهو الأنبياء. فلذا شوفوا الحجة، الحجة يقولها الله عز وجل لهؤلاء الناس الذين يصرخون في النار ويقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. السبب الأول العامل الداخلي، وجاءكم النذير العامل الخارجي. ولذلك يقولون نحن عندنا عقلان، عقل باطني الذي هو الفطرة، وعندنا عقل خارجي وهو الرسول. ولذلك يقولون العقل رسول من الداخل، والرسول عقل من الخارج، يجتمع هذان العقلان فيشكلان الجناحين اللذين يطير بهما الإنسان في آفاق التحرر وآفاق السمو والرفعة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كل ناتج كم؟ يعني يحتاج 60-70 سنة. الإمام يقول هذه الآية لابن 18، وبالفعل يعني أنت اليوم خد، لو ربي الإنسان بهذه التربية
لو ربي الإنسان بهذه التربية التي أيضا نضم إليها حديث الرسول الذي افتتحت به، وهي لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له الحبل على الغارب، لو ربي الطفل هذه التربية هذه ضمانة من مربي النفوس الأئمة والرسول أنه الطفل إذا ربي هذه التربية 21 سنة هو إنسان معصوم، هو علي الأكبر، هو القاسم، ها؟ إذا ربي عارف هالتربية إنسان معصوم، إنسان لا يمارس لا كبيرة ولا حتى شنو ولا صغيرة، لا يفعل حراما ولا يترك واجبا، لأنه بنيته النفسية والمشاعرية والعقلية اكتملت، لكن عاد كما قلت بشرطها وشروطها أن يربى بهذه التربية. فالإمام يقول عليه السلام توبيخ لابني 18 سنة، وبالفعل يعني حتى في حياة بعض العلماء اللي يشوفه الآن أنه بالفعل في 18 سنة، يعني السيد الإمام رحمة الله عليه لما تقرأ كتابه في الذي كان اعتراض على وضعه الشاه في ذاك الزمان، أول كتاب كتبه كتاب صغير يعني في الخلافة والولاية، تشعر أن هذا الرجل على قولتنا الرقم السري عرفه وهو عمره 18 سنة، الرقم السري الكود على قولتنا الباسبور شفرة النفس البشرية عرفها عمره 18 سنة. فإذا هذا الكلام مو مستحيل، هذا الكلام يغير نظرتنا حتى للمناهج التعليمية في الواقع. احنا شقد ناخذ 18 سنة الطالب توه شنو متخرج عادة من وين؟ من الثانوية، وتوه بيبدأ مشوار الجامعة، ها؟ وبعد 4 سنوات من مشوار الجامعة ليسانس أو ماستر حصل ماجستير، وبعد ما أدري 8 سنوات أو 10 دكتوراه، وبعد ما أدري كره بروفيسور، بينما هذه التربية كفيلة بأن تقول أن الإنسان يصل إلى سن الرشد بحيث يكون عنده تواصل مع الله سبحانه وتعالى بدرجة العصمة، بدرجة العصمة وعمره 18 سنة. وقلت لكم عندنا أسوات كثيرة، يعني حياة علي الأكبر، خب ليس إماما معصوما، العباس عليه السلام، زينب عليه السلام التي يخاطبها المعصوم بعد، ها؟ عم أنت عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، هذه كلها شهادات على أن الإنسان بإمكانه لو عاش في هذا الجو النظيف النقي أن يصل إلى هذه الرتبة. طيب، من خلال ذلك أنا أريد أن ندخل في جوهر العملية التربوية، وين مشكلتنا إحنا في تربية المراهقين والمراهقات. الأساس هو بناء العالم الداخلي إلى المراهقين والمراهقات. العالم الداخلي يبنى وين؟ العالم الداخلي يبنى في البيت. العالم الداخلي للمراهق والمراهقة، مو الخارج، ما لك شغل بالخارج أيها الأب أيتها الأم، لأن الخارج أساسا في التربية الدينية في نظرية الإسلام الخارج نوع الترس المربوط بهذا الترس الصغير. الإنسان أساسا نظرية الإسلام أن المين سويتش مو برا، مو في المريخ ولا في القمر ولا في ما أدري وين، المين سويتش عندك أنت أيها الإنسان، أنت عندك أيها الإنسان الباسبورد وعندك الكود اللي إذا عثرت عليه في نفسك حينئذ تستطيع فتح العوالم كلها، كما قال الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم على غيرها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم عن غيرها أعجز. بس ما عدنا شيء، النقطة على قوتهم. هذا هو أساس التربية الدينية بشكل عام، تربي طفل أو تربي إنسان أو تربي كبير أو صغير، أساس هذه التربية هو التربية الداخلية التي أيضا يشير إليها منطق القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
يعني لا يكون شغلنا على تطوير المدارس، جعلها ما يسموها مدارس مستقبل، احضار السبورة الذكية، تكييف المدارس، هذا كل شيء زين، ولكن هذا كل شنو؟ هذا مع دمار الداخل والتربية اللي ما لها أي تحقق أو نصيب في العملية الداخلية بناء الإنسان. هذه يسمونها كما يسميها البعض في بعض المربين، كتاب جميل جدا، يسميها في النهاية الطائر المكسور الجناح. ها سوينا جناح واجد جدا قوي، ها وما أدري جت الكويت وما أدري أو جهة فلانية واستلفت وسوت لنا مدارس متطورة وغيرها وافتخرنا بها وقالوا سموها مدارس المستقبل وما أدري شنو من التسميات، ولكن الطفل داخليا محطم. الدولة تحطمه، الأهل يحطمونه، هو شخصية لا تمتلك الثقة بالنفس، شخصية ما عندها قدرة على إدارة مشاعرها وعواطفها، وخاصة في المرحلة اللي هي مرحلة المراهقة، شخصية شديدة الحب وشديدة الكر، ما عندها موازين تعتدل من خلالها، شخصية ما عندها ثقافة تدير من خلالها علاقاتها مع العالم ومع الآخرين. هذه كلها مسائل ترتبط في داخل البيت، هذه التي يصنعها البيت. ولذلك إمامنا الحسين عليه السلام بيّن حينما قال بهذه الكلمة الرائعة المختصرة إن أساس مواقفه ومبادئه، وأنه اللعين قد ركز بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، أشهد أنك رضعت من ثدي الإسلام. تعبير جميل رائع، ثدي الإسلام والتسليم، أي ثدي؟ ثدي الزهراء عليه السلام. هذا البعد هو الذي يشير إليه الإمام الحسين، يقول أنا ما يمكن أتخذ هذه المواقف لأننا راضع منه، راضع من الزهراء عليه السلام التي رغم كل آلامها وجراحها وانكساراتها، لكن مع ذلك قامت على رجليها. ولما وصل الأمر إلى علي، ما عن عليا صبرا، قامت، يقول هذا التربية وهذا النفس ما يسمح لي أخذ مواقف خذلان، هذه التربية الأساسية التي تبني شخصية الإنسان. إذا نحن في بناء عالم أبنائنا المراهقين من الضروري أيها الآباء أيها الأمهات أن نفهم هذا السياق الذي أشار إليه أئمتنا في عدة تعابير. هذا تعبير ذكرته إليكم في حديث الإمام الصادق، عندنا تعبير أيضا اشتهر أو اشتهر رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بنفس المضمون حينما قال العقل عقلان. كما قلت لكم في عندنا ترس داخلي يحمي الإنسان وأدي إلى حصانة داخلية، وهو الترس الأصلي وهو العقل الباطني اللي يصرحون على اليوم في علم النفس أو حتى في الإدارة، العقل الباطن. العقل عقلان، عقل الطبع، لاحظ الطبع يعني بحسب ما هو طبع الإنسان، وعقل التجربة، عقل من التجارب، جربت وشفت ورحت ومشيت يا الناس اللي مو زينين واكتسبت تجربة شيء معين، وهذا طبعا عقل التجربة جدا شيء مهم. هو الأمير عليه السلام له حديث آخر يقول فيه أنه الإنسان منتهى قدراته العلمية إلى 18 سنة ما خلت تجارب، يعني إذا في شيء جديد بيدخل على عقل الإنسان هو أنه في تجارب جديدة مر بها، وإلا نمو المعرفي وصل 18 سنة بس، هذا ما يعني الكبسيتي على قولتهم ماله، الجيج ماله بس، بعدين ما عندك قدرة على إضافة شيء جديد، ها؟ إلا شنو؟ إلا في تجارب جديدة يدخلها الإنسان. هني طبعا هذا البعد فقط أكمل الرواية، وبعدين العقل عقلان، عقل الطبع وعقل التجربة، وكلاهما يؤدي إلى المنفعة، كلاهما كما قلنا جناحان، يعني إشارة جدا مهمة هنا
وكثير مع الأسف من الآباء والأمهات ما يلتفتون إليها. الإمام يسمي العقل الثاني عقل التجربة. في شيء عندنا إحنا خاصة المدينين، إن الآباء والأمهات يعتقدون بأن تربية أبنائهم وخاصة بناتهم يعني شنو؟ يعني قفلوا عليهم الحجرة، لا تخلونهم يسوون تواصلات. وطبعا المسألة مع الآلات الحديثة ووسائل التواصل أصبحت مسألة شنو؟ جدا معقدة، بل ربما مستحيلة. بينما آبائنا أمهاتنا أول أسلوب في مواجهة أنه شاف بنته أو شاف ولده في تلفونه صور مو مناسبة، والبنت عندها حديث في الواتساب مع شاب، الأسلوب الأول مباشر شنو؟ مصادرة هذه الأجهزة، مصادرة هذه الأجهزة. طيب أنت من تصادر هذه الأجهزة؟ يشتغل منه؟ يشتغل إبليس. البناء الداخلي ضعيف فيحصل فرصة إبليس. إبليس دائما إذا ما في وسيلة صحيحة للوصول إلى الأشياء مباشرة يندفع الإنسان إلى البحث عن الوسائل غير الصحيحة. وجتني عدة قضايا، عدة قضايا كنت أنصح الآباء الأمهات دائما خلوا التلفونات عندهم، لا تسلبونهم، لأنهم بروحون إليكم يبحثون عن هذا الجهاز عبر وسائل أخرى، بروحون يطلعونه من صديق يتعرفون عليه من برا، بروحون يوصلون إلى الشيء اللي تمنعونهم عنه بطرق جدا ما تخطر على بالكم. فجتني من فلتت نفسها من الطابق الثالث لأن أبوها وأمها حبسوها، جتني بعكاكيزها وهي ما تجاوز عمرها 15 سنة. وأعرف الثانية اللي هربت مع شخص ما يسوى فلس من الطابق الثالث أيضا من نافذة بيتهم. وأعرف الثالثة اللي باعت شرفها وعرضها لسائق الباص وهي امرأة أو بنت جامعية متفوقة ومستحقة لبعثة. ليش؟ لأن البناء الداخلي بناء ضعيف، فلذلك الاغترار بالظواهر اللي تكون عند أبنائنا في هذه المرحلة. أن الطفل أكو إيانة في المسجد دائما، البنت أكية أمها في الماتم، بس هذه القشور هي ليست التربية، هذه ظواهر. عقل التجربة عقل ما يمكن أن نقول أن الإنسان يبنيه إلا عبر خوض التجارب. يعني أي إنسان، أي إنسان، ما تقول لي أنت هذا العالم عنده كتاب في الغيبة وحرمة الغيبة، كنا نعرف الغيبة ما يحتاج أصلا أي كتاب، يكفي قوله تعالى يحب أحدكم ها فكرهتم. وبعد ما عندنا يعني شيء تشبيه أشد من هالتشبيه ما في. حتى الزنا الله شو قال عنه؟ قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بس قال عن الغيبة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الغيبة أشد من الزنا. إحنا الآن في عرفنا وإيش؟ لا في عرفنا يمكن في اليوم نستغيب لأنه 30 مرات، لكن واحد يزني لا. الرسول يقول الغيبة أشد من الزنا. ليش؟ لأن الزنا إذا تاب صاحبه تاب الله عليه، والغيبة لا يتوب الإنسان على صاحبه الله على صاحبه إلا متعلقة بطرف آخر غير حقوق الناس. حقوق الناس دائما أصعب. فإذا إحنا لما نجي إلى البعد الداخلي وبناءه في شخصية الطفل أو المراهق هو الشيء الأهم. يعني إذا ما عرفنا كيف أن نصنع النافيجيتر أو البوصلة ها اللي بتمشي هي هذا الطفل بعد ما يفارقنا، وأكيد بيفارقنا. كثير من الآباء والأمهات يربون أطفالهم على أنهم يبقون أطفال، وهذا الطفل وهذه البنت إذا بكرة كبرت
وخرجت عن إطار الأسرة، في داخلها بعد هي طفلة صغيرة ما استقلت عن أبويها، والولد أيضا نفس الشيء. ولذلك نشوف عادة المشاكل الاجتماعية أو الأسرية اللي تحصل مباشرة الزوج بيته بعدهم إليهم سلطة، والزوجة أيضا بيتهم إليها السلطة على حياتهم، يعني ما استقلوا بأنفسهم، وهكذا معيشيا وهكذا على مستوى التفكير. هذا لماذا؟ لأن عقل التجارب ما بني، يعني الخشية من أن الابن أو البنت يروحون يجربون. لما نقول عقل التجارب يعني شنو؟ يعني احتمالية الخطأ وش فيها واردة. احنا خشيتنا على أبنائنا من الخطأ تقوم تخلينا نغلفهم في غلاف، هالغلاف في اسمك يسمك إلى أن يخنقهم وموتون. احنا ما قلنا ندفع أولادنا الخطأ، بس الخطأ شيء لابد يكون في الحياة البشرية، والإنسان ما يتعلم إلا بالخطأ. الإنسان ما يتعلم إلا بالخطأ. ولولا أنكم تذنبون وتستغفرون، حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون ويستغفرون. قناعة الإنسان بأي فكرة بعد تجربة مريرة يمر بها، هذه القناعة اللي تخلقها التجربة المريرة تساوي آلاف الكتب اللي يمكن أن يقرأها. وجربها مع طفلك، قعد يا أم وقعد يا أبو والعوا عليه، لا تقرب من المكوات ترى هذه حارة، هالدرس هذا يومية تعطوني، خلوا يوم واحد شوي تشوي ها وبس، بعدين نصائحكم الوعظية ارتاحوا منها. كذلك في الحياة، في الحياة الله سبحانه وتعالى خلق الحياة على أساس أننا نجرب. يعني الله عز وجل الآن يوم اللي بالله عليك خلق آدم وحواء، أصلا هو لو رب العالمين لو سكت يعني قال كل منها حيث شئتما وبس وقف، إن حط نقطة، ولا قال ولا تقربا هذه الشجرة، بروحون أصلا هم في الجنة، هم مو يعني مو في بستان ضيق يعني مثلا. وهذه الشجرة كانت شجرة حنطة، في رواياتنا أهل البيت الشجرة المحرمة والممنوعة مو شجرة يعني مجرد مثلا مانجا، ولا شجرة مثلا مادري موز، أو شجرة مثلا شي مهم، شجرة حنطة. فالجنة اللي فيها كل شيء، الآن هم ما راحوا إلا لها الشجرة هذه. ليش رب العالمين وش فلسفة إن الله سبحانه وتعالى يخاطبهما فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة؟ يعني بتعبير آخر رب العالمين وش يقول لهم؟ وش روحوا انتم زين؟ لأن الإنسان وش يقولون حريص على ما منع، فلما راحوا وأكلوا بدت لهما سوآتهما. تبين الإنسان أن فيه عيوب، أنا عندي جهل كثير، لكن قبل لا يسوي الخطأ مغتر بنفسه معتز بنفسه، أنا عندي مناعة ها؟ الأب والأم مربين ولدهم على أنه عنده مناعة ضد الانحرافات، البنت أيضا نفس الشيء، بمجرد تعرضها لمكروب خارجي. وإذا هذه البنت كما يقول لي واحد من الإخوان المؤمنين عنده محل موبايلات، يقول والله سيدنا صدقني بعض الأحيان مو أنه يعني بسعر غالي نحصل نبغى، يقول بخمسمائة فلس ترخيصة في الموبايل أو دينار، يعني مستعدين بعض الناس تبيع شرفها بدينار وبنص دينار. يقول هذا أنا بيع الموبايلات وأشوف، رخصني بس دينار عشان شنو؟ الإنسان قيمة تربية أبذل عليها هكذا جهود وهكذا تعب، وأخرت تباع هذه التربية بدينار وبنص دينار. هذا لأنه ماذا؟ لأن الوازع الداخلي ما بني بشكل صحيح، لأن النافيجيتور الأساسي اللي مفروض أن نبنيه، الذي قال عنه بعد ذلك رسول الله ثم ترك له الحبل على الغارب، لم يبنى بشكل صحيح. ولذلك الولد والبنت ما وصل إلى منطقة الأمن والأمان اللي تخلي الأبوين مرتاحين مطمئنين.
في بقية الرواية يقول الأمير عليه السلام: والموثوق به صاحب العقل والدين، ومن فاته العقل والمروة فرأس ماله المعصية، وصديق كل امرئ عقله وعدوه جهله، وليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الشرين، ومجالسة العقلاء تزيد في الشرف، والعقل الكامل قاهر الطبع السوء، وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين والرأي والأخلاق والأدب، فيجمع ذلك في صدره أو في كتاب ويعمل في إزالتها. أيضا له حديث آخر أيضا: الإنسان عقل وصورة، فمن أخطأه العقل ولزمته الصورة لم يكن كاملا. يعني الإنسان في شكل وفي مضمون، الإنسان اللي يخلو من المضمون ويكون مجرد شكل هذا ليس إنسانا كاملا، هذا مجرد إنسان بلا روح، وكان بمنزلة من لا روح فيه. إذن في ضوء ذلك نستطيع أن نستفيد ونقول بأن عملية التربية التي نشير الليلة إلى أهميتها هي في جنبة بناء هذين الجناحين وتقوية هذين الجناحين، اللي بعد ما أكملت تربية الطائر وبنيت طوابق الثلاثة: الرأس، البدن، الذيل. ما تقول الذيل مو مهم، قص طائر ذيله وخليه يطير. لا الذيل مهم، ها؟ لا تجي تصرف في الإنسان بحسب أهوائك أنت. شوف منه أعطي إليه مسؤولية تربية البشر وهو الرسول الأئمة عليهم السلام، واتبع أقوالهم بالضبط بلا أي تغيير. فاعتبر هذا الولد هو طائر مركب من هذه الأعضاء الثلاثة أو الأبعاد الثلاثة: الرأس والبدن والذيل، وبعد ذلك ركب إليه الجناحين لكي لا تخسر هالبنيان هذا اللي بنيته، لكنه ما يستطيع أن يطير وأن يرتقي إلى الأعلى، ولا تنتفع بالتربية شيئا. إذن حينما نريد أن نربي الأطفال ولا سيما في مرحلة المراهقة، من الضروري بناء جنبة العقل الذي يسمى العقل العاطفي، وضروري بناء جنبة العقل الذي يسمى العقل المعرفي، وما نسميه ونصطلح عليه عادة بالعقل والقلب. ها؟ إنه الإنسان عنده عواطف وعنده مشاعر، أو يسمونه ذكاء وجداني أو يسمونه ذكاء عاطفي، وعنده ذكاء ماذا؟ معرفي وعقلي. أما بناء أحد البعدين هذا يجعل من هذا الطفل في أفضل الأحوال طائر خشبي، طائر مكسور الجناح يطير طيرا أو طيرانا غير معتدل. اللهم وفقنا لمراضيك، وجنبنا معاصيك، وأعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسنت سماحة السيد وبارك الله فيك. إن شاء الله الأخوة اللي عندهم مداخلات أو أسئلة، حتى الأخوات أيضا بإمكانهم طرح ما لديهم على سماحة السيد. قبل أن أطرح بعض الأسئلة، عندي أيضا إثارات. الكثير من أولياء الأمور يعتقد أن ما وصل إليه ابنه في تغير سلوكي أثناء فترة المراهقة هي طفرة، ولا يعتقد ولا يعني يفكر أنها كانت مبنية على أساس خاطئ. المشكلة أن الآن ولي الأمر في واقع أمام عينه لا يمكن أن يرجع بالابن إلى فترة التأسيس الأولى، وعليه أن يتصرف في مرحلة اللي هو الآن وجد ابنه فيه. كيف يمكن تدارك هذا الأمر؟ لأن تكلمتم سماحة السيد عن البناء الأولي. صحيح. هو بالفعل أنا حتى أشرت إلى هذا الأمر وقلت بالفعل يعني ترى التربية هي حاصل مئوي أو نسبة مئوية مكونة من 30% في مرحلة اللعب، 30% في مرحلة الأدب، 40% في مرحلة الصحبة. ما تقدر تسوي لي أنت عدد مجموعه 100 من 29 و29 و40 في ذيك المحل. يعني هي المئة مجموعها هي واحد مكررة 100 مرة.
وما بتصير يعني ما بتصير حتى في الجنة. يعني حتى خلينا نقول بكل صراحة حتى الله سبحانه وتعالى ما يقدر يخلي 99 مرة واحد تساوي 100، والهو اللي سوى هو اللي سوى الأمور كذي. فلذلك الواحد اللي تفوته بعد من أبعاد التربية الابن ما يمكن تداركه. يعني الابن اللي خلينا نقولها بكل صريح العبارة، الابن اللي ما لعب وهو صغير هل راح يلعب متى؟ طبيعي راح يلعبه كبير، وإذا لعبه كبير. يعني أنا مثل ما ربما مثلتها أيضا بمثال الناس اللي ما يتدربون السياقة وهم شباب أو صغار، وأعرف بعض الناس حتى من المشايخ وركبت إياهم مرة واحدة السيارة وبس بعد لأن تدربوا وهم كبار. إيه طبيعي هذا الشيء، يعني في أمثلتنا وغيره زين موجود كلمات تدل على هذا المعنى. كل شيء له وقته. يعني الحين مثل احنا عندنا ايضا مثلا مساله من المسائل، وبالفعل يعني انا شفت تاثيراتها الرسول عليه افضل الصلاه والسلام لما يجي يقول زوجوا فتياتكم مبكرات وكذا، فان الفتى مثل الثمره اذا حان اوان قطفها وما قطفت صارت مشاكل. وبالفعل كثير مشاكل انا اشوفها هي ناتج هذا النظام الاجتماعي اللي عندنا احنا. طب الله سبحانه وتعالى إلى نظام التكويني، يعني الآن إحنا نظام التكويني بأن البلوغ عند الطفل هو 15 سنة، البلوغ عند الفتاة هو إتمام 9 سنوات. هذا نظام تكويني، مو أنا جاعلنه ولا أنت. طيب إذا المحفزات النفسية والفكرية والجسدية هي قاعدة تستثار في هذا السن من أجل أن هذه الثمرة تقطف في هذا السن، فانت تقول لي لا والله طلع قرار كما هو الان بالفعل صير. ها هو ايش اللي صاير احنا؟ القرار التكويني اللي هو الله عز وجل، والقرارات الاجتماعيه اللي انشاها البشر اللي في النهايه هي شنو؟ هي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. احنا جينا سوينا نظام اجتماعي فاسد بمعنى الكلمه. البنت توصل إلى كذا 25 سنة قال بعدها ما خلصت الجامعة بعدها ما توظفت. زين طيب وهذا اللي داخلها اللي يغلي، ها هذا اللي يطبخ اللي داخله شو سوي يا أنا؟ تعال غير أنا. تقول أنا غيرت، تعال غيره. وقت صارت لي كثير من القضايا ويا ناس رجال مؤمنين، جاء الولد يخطب المرة الأولى قالوا له بعدك ما كونت نفسك، مرة الثانية بعد هي صغيرة، المرة الثالثة خالص حارس انت تشتغل وهي تخلص الجامعة، المرة الرابعة راحوا في الشقة وفعلوا ما فعلوا. احنا عندنا اشياء. ولذلك الرسول عليه افضل الصلاة والسلام لما يجي يقول لنا ايضا اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة وفساد في الارض. يعني شنو يعني هو رسول الله يتكلم لو ما ادري فلان لو فلان؟ رسول الله اللي يتكلم. وش معنى تقول انا مصدق برسول الله وبعد ذلك تقول لي لا ما بصير فتنه في مصالح؟ هذه المصالح اللي احنا نراعيها، هذه اللي قاعده تاذينا. احنا في نظام تكويني الله سبحانه وتعالى خلقه في النفس الانسانيه، احنا نقول بانه لا عندنا نظام اجتماعي. لذلك اللعب كمرحله من مراحل تربيه الطفل هي طابق. اذا ما انبنى هذا الطابق لا تقول لي اكو الطابق الثاني حلو وش حلاوته واسمه ادبناه وجبنا له كل كتب الاخلاق وودينا مختلف المدارس. ادري بس الطابق الاول مهم، التاسيس مهم، لان في التاسيس انت لما تلعب مع ابنك ايها الاب تكسب قلبه، بعدين ادب لا تسوي كذي يا ولدي عيب الى اثره. لكن اذا ما كسبت قلبه، إذا ما كسبت قلبه تكسب قلبه بويش؟ باللعب له. فديك الحين تصير الكلمة وياك يتذكرك في كل شيء، أن هذا أبوي لاعبني، هذا أبوي ركبت على ظهره، هذا أبوي اللي ما أقدر يوم من الأيام استغني عنه. كلمة تصير إليها أثر. بعد ذلك في الصحبة المرحلة الأخيرة اللي بتتركة وتفارقة، ها شوف أنه كلمتك بعد أصبحت شنو؟ كلمة الصديق الصاحب. هذه المراحل لما ما نمر بها بشكل طبيعي ما نقدر. يعني أنا أقول شخصيا صراحة من خلال المشاكل اللي
أشوفها كثير من الأحيان ما حد يقدر يتجاوزها. يعني إذا في ابن عاش، أنا أذكر قصة جميلة حصلت لي مع أحد الأشخاص من العراق، هو جل بحرين هنا، وعنده أنا أعرف أن عنده أفكار معينة، عنده أفكار معينة يعني مو قد أختلف وياها، وهو يعرف هذا الشيء أيضا بس ما كان يعرفني سابقا. المهم أحد الأخوان قال فلان أحب يزورك، زارني البيت. أنا أعرف حياة هذا الإنسان وشلون عاش، فمن جه هو رجل كاتب يعني عندك مؤلفات وكذا ومحترم، فمن جه قعد جبت له لعبة، قلت له فلان لعب. قال سيد شنو جايين نلعب يعني؟ قلت له أنت ما على سوي اللعبة هذه، لعبة الذكاء على قولتنا. حاول ما سواها. قلت له زين خذ هذه بعد سواها. رد ضحك قال شنو سيدنا يعني احنا جايين نلعب هني؟ قلت له ما عليك تصبر علي شوية. عطيت الثانية هم ما سواها، عطيت الثالثة حاول ايضا يسويها ما قدر، شمرها على قولت العراقيين فلتها. قال سيد ايش تعطني لعب احنا؟ انا شفت في حياتي احد يلعب اياي؟ انا ما شفت غير الشفوخ على راسي والتشويخ والاسطارات على راسنا. احنا العراقيين لعبنا وانفجر بكل ما فيه. قلت له ما هو انا اللي جايب لك عشان كذي، ابا اقول لك افكارك المعقده هي انت من وين واصل اليها؟ واصل اليها من تربيه معقده، ولذلك افكارك شنو؟ افكار ويش؟ ان الامام المهدي بيطلع وما بيخلي فلان اللي بيقتله على وش احنا الامام المهدي قتلنا احنا؟ بالله عليك احنا قاعدين ننتظره حتى لو كنا كذابين. هذا ادب الائمه عليهم السلام. الان ايش قد احنا عندنا ناس وجوني قبل مده حتى شيوخ من البحرين، فلان عنده دعوه كذا وعنده كذا. تنزل انت عندك الحجه وقيمه عندك الحجه، روح لطريقك. انا ما عندي حجه وما اقول انت كذاب ولا شيء ابدا ابدا. قال ده ما تقبل ترى كذي وكذي. فلان ائمتنا عليهم السلام هذه اخلاقياتهم. يعني بالله عليك انت لو عندك واحد تحبه كذا سنه حتى لو كان كذاب ما عنده ذوق الامام، ها؟ ائمتنا اصحاب الذوق، ائمتنا لما يعطون الانسان السائل يقول ما يراون وجههم عشان لا يشوفون ذل السؤال. ائمتنا اللي اعدائهم كيف يتعاملون وياهم؟ هذا ائمتنا سويتونهم هذا شكلهم. لكن لان هذه التربيه اللي تربيتونها انتم من ابو، ها؟ الأب اللي يجي ومباشرة قوم للصلاة، ما قام جيب الخيزرانة. هذا أول خطأ نسويه في تربية أولادنا يوميا من الصباح. الولد وش يطلع بعدين؟ إذا طلع شيوعي وطلع ما أدري يساري عرف له وش، عرف له وش الخيزرانة. إيه؟ اللي السيد الإمام رحمة الله عليه كما يقال عنه ويروى، سيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، ما كان أكثر من لما يقعد أولاده للصبح زهرة قومي أحمد قومي بس أصلهم إذا نايمين مو مكلفين، وإذا صغار بعد مو مكلفين كلش. أنت تقلب الدنيا يوميا. فيصير عندنا الخطأ اللي يسمونه نظرية الارتباط الشرطي. كل يوم أقعد من الصبح لويش؟ لهذه الصلاة. هذه الصلاة لمنهم؟ لرب العالمين. ها؟ ورد أكررها يوم ثاني. اليوم قاعد بسك ماي على وجهي، اليوم سح برمصي باشر قلت خيزرانة، عقبة تبنيد المكيف. صار الطفل يربط، وأول ما يتعلم الإنسان يقولون يتعلم بطريقة الارتباط الشرطي. طريقة الإنسان في التعلم وهو صغير هي طريقة الارتباط الشرطي، اربط بين هذا وبين هذا، بين الصلاة وبين شيء حسن. أنت قاعد يومية تربط بين الصلاة وبين وش؟ شيء سيء. فيطلع الطفل وهو شنو؟ وهو كاره لعمود الدين وهو الصلاة.
بعد بقية الأشياء أكيد يكرهها، لأن عمود الدين إذا اختل بعد شمك بقية الأشياء كلها تختال. أحسنتم سماحة السيد، الحديث شيق لكن الوقت ضيق. وفي أخوة عندهم أسئلة وأنا عندي أسئلة بعد. في إن شاء الله على وقته هو في بالإشارة إلى عقل التجربة، هناك فكرة يطرحها البعض ما أدري مدى يعني دقتها، هي أن الأب نفسه يخلق تجارب إلى ابنه بشكل غير مكشوف ويراقبه من بعيد، أو أنه يتركه في يخوض غمار الحياة وينقذ نفسه بنفسه في هذا البحر المتلاطم. لا، هو بالفعل أنه الأب المراقب، يعني مثل ما رب العالمين أيضا يربي البشر وشوفهم، إذا وصل البشر هذا إلى حد كما عندنا حتى في الروايات هذا المعنى، يعني إذا وصل إلى حد بروح فيه على قولتنا بروح في داهية، رب العالمين يسوي ما نعيم نعم. فأنت ابنك أيضا راقبة، ما نقول أنه ترك له الأمور كذي، تركه الحبل على الغارب إذا بنيت الطوابق الثلاثة بشكل صحيح. أما في مرحلة المراهقة زين، يعني أنت مو ما تراقبه ولكن تشعر بأنك قاعد أراقب، يعني إذا راح تخليه ملتزم ما دام يشعر بأنك مراقبينه. أقصد خلق تجربة يعني غير عفوية، إنسان الأب أحيانا يلقي ابنه، لاحظ إلى أحد الهولنديين إشارة إلى هذا الشيء، كان رئيس بلدية هو وكان مكروه في المنطقة التي يعيش فيها، وكان أحد الذين يكرهونه ابنه، فهو بشكل معين جعل ابنه يخوض في غمار الحياة في سبيل الوصول إلى كونه محامي. بعد أن مات الأب اكتشف الابن أن المحامي اللي معه يقحمه في تجارب سيئة وأخرجته إلى حياة، هو محامي الوكيل عن أعمال الأب نفسه. فعلا. هذا اللي أقصده يعني. وهذا اللي يعني دور المربي، لولاك الله سبحانه وتعالى يعني يربي الإنسان بالخير والشر، بالسهولة وبالصعوبة، بالرخاء وبالشدة، هذه كلها فيها تربية. وذاك يعني أنه إحنا لما بداية، أنت لما تلاحظ قصة موسى عليه السلام بداية هذه التربية اللي بعد ذلك الله سبحانه وتعالى في المراحل الأخيرة شعبر قال ولتصنع على عيني، تعبير جدا رائع. السيد الإمام رحمة الله عليه يقول هاتان الآيتان الواردتان في حق هذا العبد، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، هذا التعبيران وردا في حق موسى عليه السلام. إنزين لو شوف الصناعة هذه اللي صنعها الله عز وجل لهذا العبد، شوف بداياتها، أول بداياتها القيه في اليم، زين إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طيب بعدين يتربى في نفس البيئة الحاضنة إليه، هي البيئة اللي تبحث عنه وهو بيت فرعون، والله عز وجل يعلمه كيف ترى القلوب بيدي أنا وألقيت عليك محبة مني. بعد ذلك فرعون وتعييره بأنه ألم ربك فينا وليدا، ذهب إلى بني إسرائيل والمشاكل اللي صارت وقتل نفسا منهم، وقتلت نفسا فنجيناك وفتناك فتونا، خرج أيضا خائف الخوف، الحالات المختلفة اللي مرت به هي اللي صنعت منه هذا العبد صاحب التجربة الطويلة الكبيرة، اللي هي طبعا من أعظم التجارب البشرية في حياة الشعوب، وهي التجربة اليهودية أو تجربة موسى عليه السلام مع قومه. فدائما الصعوبات هي في الواقع التي تصنع أي شخصية، ولكن المربي لابد أن يكون ناظر بعينه إلى هذا الإنسان، مو أنه يترك له الحبل على الغارب، لأنه إذا ترك له الحبل على الغارب وهو ليس في المرحلة التي يكون مستقل فيها بنفسه وقادر على إدارة المشكلة التي يواجهها، قد تكون هذه المشكلة هي المشكلة الأولى والأخيرة وتنتهي حياة الإنسان. من وحي هاي الفكرة، يعني ما هي الأخطاء المسموح بها للولد أثناء خوضه التجارب والأخطاء غير المسموح، متى يعني يتدخل الأب في أثناء التجربة التي يخوضها الولد؟
أنا برأيي بأن إحنا قبل نروح ونسحب مصطلح مربي ورب إلى الوالد والوالدة، فالرب الأصلي والأساسي والحقيقي والمعلم والمربي الأول هو الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة والسمة أيضا لا ينسى الآباء لما يربون أبنائهم أنهم يستعينون بالله، لأن الله هو القادر المطلق على تغيير النفوس. ولذلك نشوف دعاء الإمام زين العابدين لأبنائه ولأولاده من الأدعية المهمة التي يدعو الله عز وجل فيها بأن يصلح أمور أبنائه، لا يستقل الآباء ولا يصيبهم الغرور بأن نحن ندير الأمور ومسيطرين عليها. لا، الأمور ما يقدر الإنسان يسيطر عليها من دون الله عز وجل. أحسنتم سيد. في مداخلة للسيد طه. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. هي يعني مداخلة وحبيت أسمع وجهة نظرك في فيما سأطرح. أنا أعتقد بأن الطفل واقع بين تهوين المنزل وتهويل المجتمع الأكبر، ويعني ما أدري شلون نوافق بين الاثنين. بس يعني نأخذ مثال بسيط، لو رأيت طفل أو ولد أو أخذ حصى ورماها على سيارة وكسر جامة، الأب هني يأخذها بنية حسن نية مطلقة ويقول أن هذا تصرف طفل ما يعطي أبعد من هذه الحدود، بينما المجتمع قد يراه أنها جريمة، وهذه الجريمة قد تعزل هذا الطفل من المجتمع على الرغم أنه تصرف في وجهة نظر الأب أو الأسرة مجرد تصرف طفولي نتج عن طفل لمستوى تفكيره ولمستوى عقله، والمجتمع يراها بأنها جريمة ويحاسب على هذه الجريمة بمعنى الجريمة نفسها. هذه نقطة. النقطة الثانية، أعتقد بأن احنا مبتلين كثيرا في التربية بمحاكمة النوايا، فأي طفل أو حدث يرتكب عمل بغض النظر عن هدفه من هذا الفعل وإيش الظروف اللي يعيشها وإيش، نحاكم نيته ونقول هذه يعني بغض النظر سواء عرفنا هذه النية أو لا، نفترض نية معينة سيئة في العمل ونحاكم عليها ونتخذ القرار ونعاقب بناء عليها. وأحيانا مع الأسف هذه النية السيئة تبنى حتى عند المنزل. يعني مثلا نفترض أن مثل المثال اللي ضربته، الولد اليوم نام وما قعد للصلاة، في تصرف من أب واعي يجود ولده ويفهم أهمية المحافظة على وقت الصلاة وأن غفلتك هذه أنت راح تخسر منها، ويراوي المخاطر وفي أب ثاني يجي لا يعني كأنه يعني وهو رب العالمين غفور الرحيم، رب العالمين يقول في شهر رمضان حتى إذا واحد مثلا على جنابه ونام وقعد بعد دخول الوقت الله يغفر له، يعني مسموح له هذا الشيء. ما بالك ب يعني هذه النقطتين، أنا أحس أن هي موقع ابتلاء في مجتمعاتنا. أحسن سيد. يعني أنا ممكن أن ألخص فقط فكرة التربية. التربية عندنا لها منهجين أساسيات كما هي التربية الدينية أيضا، يعني التربية بالخوف والتربية بالحب. ولا إشكال أن التربية بالحب والعلاقة بالله عز وجل عبر الحب أكثر شأنا ورفعة من أن تعبد الله خوفا منه. والإمام الصادق يقول عليه السلام: والحب أفضل من الخوف. يعني الحب أن أرتبط بالله عز وجل لأني أحبه، لأن الإنسان اللي يخاف من إنسان أو يخاف من أحد، قلت لك كثير من الناس يقولوا إحنا نؤمن بوجود الله ونخافه، لكن جاذبية المعصية تظل تخليهم يعصون. لكن خل إنسان يقول أنا أحب فلان ما يعصي حتى لو ما يشوفه. الحب إن المحب لمن أحبه مطيعه، ولذلك جاذبية الحب هي جاذبية أقوى وأكثر شرفا ورفعة. الأب أيضا إذا علم أبناءه يخافون منه مو أن يحبونه،
بيقدر يحصرهم أو يحكرهم إلى عمر 16-17 سنة، بس ما بيقدر يعيش إياهم وربيهم إلى لما يطلعوا من البيت وفارقونه. لكن إذا حبه، إذا حبه دائما طبيعة المحب أن يتماهى مع محبوبه، حتى لو موجودة الفرصة لأن يعصي المحبوب أصلا ما يفكر في المعصية، هو ما يشوف شيء غير المحبوب، ولذلك ما يفكر أبدا في معصيته. أنتم سمعت سيد الأخوات إذا هم داخل بإمكانهم التحدث مع سماحة السيد. قبل ذلك هنا سؤال مباشر، وإن كانت الإشارة إليه تمت أثناء المحاضرة لكن لا بأس. يقول الأخ السلام عليكم سماحة السيد، ماذا تقول؟ لدي بنت لم تتجاوز 14، ربيتها أحسن تربية بتعاون مع أمها، وأخذنا لها تلفون، وبحكم تربيتنا وثقتنا فيها بعد فترة وجيزة اكتشفنا أن عندها علاقة مع شاب، وقرأنا ما يدور بينهم في حديث من حديث، للأسف كان حديثهم غير جيد. المهم أنا أخذت منها التلفون كعقاب لها، ما هو رأيكم وتوجيهاتكم؟ يعني أنا يمكن تحدثت مرة واحدة عن إشكاليتنا في علاقتنا بالزمن، ربما هنا كلمة الأمير عليه السلام لا أذكرها الآن جيد، يقول فيها: من عتب على الزمن، كان مضمون الكلمة أو نصها، من عتب على الزمن طالت معتبته. يعني إحنا الآن بنضل نعتب، لا وش التلفزيون دخل، ودخل التلفزيون، أول ما جاء بعد الستلايت قالوا وش هالبلاء هذا، ودخل هالبلاء، وجت الموبايلات، وممكن بعض الأحيان بعد ودينا استفتاءات لقوم أو للنجف ودخلت الاستفتاءات، ما وقفت شيء. اللي يقدر أن يتعامل مع الأمور بشكل صحيح هو اللي يفهم مداخل ومخارج النفس البشرية. الشيء اللي علينا نحن أن نفهمه بأن النفس البشرية كيف تتصرف. يعني أنا علي أن أدرك بأن الآن الطفل بلغ 5 سنوات، وش طبيعته يعني؟ خب أنا مر بهذه المرحلة ولا؟ من هو منا ما مر؟ اليوم أنا اللي عمري 50 سنة، خب ما مرت مرحلة 5 سنوات؟ أعرف من نفسي 5 سنوات وإيش بدأت أهتم به. يقولون أن يهتم الطفل باكتشاف الفروقات مع الجنس الآخر، فطبيعي لما تشوف لي طفل مع طفل قاعدين في زاوية، كل واحد يحاول يكتشف الشيء اللي ما مغطت لنا الثياب. خب طبعا نعرف، إذا نحن إذا نعرف في هالمرحلة أن الأيمة وش يقولون لنا؟ فرق بينهم مع عمر 5-7 سنوات. ليش؟ لأنا قلت لك الأئمة عليهم السلام يعرفون الإنسان، هم اللي الله عز وجل أعطاهم إدارة هذا الجهاز. بالأصل الجهاز الإنساني هو مو مسؤولية فلان وفلان، هو مسؤولية الأنبياء والأولياء اللي عرفوا هذا الجهاز الإنساني كيف يتحرك وكيف يتفاعل وكيف يفعل ويتأثر وأثر. فلما نجي للطفل إحنا أيضا نشوف الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أطوار، وهذه الأطوار كلنا مررنا بها. فلذلك إذا تقول لي أنت بأن في عندك مشكلة في داخل بيتك، أقول لك أنت أساس المشكلة، الأب والأم، الطفل هو ردة فعل. الطفل إلى عمر 21 سنة هو انعكاس للبيت، ولذلك أي مسؤولية ما يتحمل، لأن اللي سواه بهذه الطريقة هو أنت. أنت إذا قلت لك أبريت ذمتك مع الله سبحانه وتعالى، حينئذ تقدر تقول أنا ربيته وأنا حاولت وأنا الشي اللي. لكن أنت لما تكون مقصر، الآن كما يجوني كثير من الناس، يعني الأب ما الآن كثيرا القضايا صراحة 90% من القضايا اللي تجيني تجي الأم ويا الأب ويا الولد ويا البنت مباشرة. أنا أسأل الأم هذه وين الأبو صراحة، يعني الأب هذا وينه؟ هذا الأب انتهت وظيفته البيولوجية، فقط عند الفراش يجيب الولد بس، هذه الوظيفة؟ ولا الرسول يقول له وش؟ يقول له لاعبه، يعني احضر وياه والعب وياه، من كان له صبي فليتصابى إليه.
أنت لست أكرم من رسول الله ولا أفضل من رسول الله اللي الحسن والحسين يركبون على ظهره ويطيل الصلاة بحضور الجماعة. أنت مسؤولياتك جنابك مهما كنت يعني آية الله في العالمين لو كنت شنو أنت مو أعظم من مسؤوليات رسول الله أكيد؟ ما حد عنده شك في هالشهادة. فلا تقول لا عندي أشغال وعندي اهتمامات زين. وثانيا النجاح دائما مقياس النجاح ومؤشرة أول شيء في بيتك. أول شيء في بيتك. لا تقول لي أنا نجحت في هداية 200,000 إنسان إلى الدين وهديت ما أدري فلان إلى التشيع وطلع ولدك وإيش ما أدري شنو. لا لا لا، أول معيار نجاح هو نجاح الإنسان في تربية خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لذلك التقصير لما يصير في البيت عندنا ويستمر في صور متعددة ومختلفة كلها هي انعكاسات للوالدين، هما عمودا البيت اللي إذا اختل أداء واحد منهم بأشكال مختلفة. طبعا هذا اختلال هذا الأداء، بعض الناس كثير من بعض النساء يجوني وأولادهم في حالات انحراف وين الزوج؟ قالت الزوج مشغول بالعمل الاجتماعي. هذا مو طريقة صحيحة. يعني ايش تسوى عليك انك الانسان المدين الملتزم بالماتم وبالمسجد ولك العمل الاجتماعي الفلاني والاعمال الخيرية وباشر يطلع ولدك؟ وهي المسألة لو كانت يعني بلا تقصير ما اقول لك، لكن المسألة انت قد تقف يوم القيامة. انت مو نوح. نوح مع ذلك لما خاطب رب العالمين مرة ثانية في أهله الله سبحانه قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ها؟ إنه ليس ابنك إنه عمل غير صالح. نفاه الله سبحانه وتعالى وبين إليه ترى الارتباطات مو بالنسب. ذاك اليوم ما في أنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ، وإنما هو بالأعمال، إنه عمل غير صالح. لذلك الأمور إذا ما نجدولها ونرتبها بالشكل الصحيح ما يمكن أن يكون نهتم بالأعمال الخارجية أو بناء العالم الخارجي والبناء الداخلي ضعيف وهش. لا، هذه ليست طريقة صحيحة في التربية. الإنسان لو ربي إلى إنسان واحد، ها، تربية حسنية أو حسينية تربيها الزهراء يربيها الأمير، هذا يسوى مجتمعات وأمم. إن إبراهيم كان أمة. هؤلاء هذه القامات العظيمة هي تربية البيت، هي ناتج تربية معصومة، تربية زكية، تربية طاهرة مطهرة. لذلك أنشأت هذه النماذج الحية الفاعلة المغيرة في المجتمع. أحسنتم. بعد سؤال أخير، إذا أحد الأخوة حتى لا الأخوات أيضا إذا عندهم مداخلة. الحين نسأل هذا السؤال وإذا الأخوات يتكلمون يتفضلون ونختم إن شاء الله. الكثير يشكو سماحة السيد من تأثيرات السلبية للمحيط الخارجي. أبذل جهدي داخل البيت بكل ما أوتيت من يعني جهد وثقافة وإعانة الأم وما شابه، لكن يذهب إلى المدرسة الولد ويكتسب سلوكيات سيئة، يذهب إلى الشارع نفس الشيء. كيف يعني يمكن موافقة بين هذه الأمرين؟ هي دائما يعني المشكلة الأساسية للإنسان. يعني إحنا ما نعيش في الجنة، إحنا نعيش في الأرض. الآن ما موجودة هذه المشكلة، موجودة مشكلة أخرى. يعني في زمن النبي أكيد ما كانت موبايلات ولا تلفونات ولا كذا، بس كان في ألعن منهم. يعني لو طلع الولد وشي معاوية وش تطلع السوق؟ ها؟ أو راح درس عند ما أدري أبو هريرة، زين؟ أو راح وصاحب مروان بن الحكم. فكل زمن إليه إثاراته. وذا قلت لكم أن إحنا ما نقدر يعني نقول الزمن هذا هو الزمن. هو الزمن، الناس هي الناس، والمشاكل هي المشاكل. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء. هذا شيء لابد تخليه. الآن بيبتلي ذاك الزمان بفلان وفلان، وهالزمن يبتلي بهالشي وهالشي. المهم ابتلاء. وأنت أيها المؤمن حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم ما يصير. يعني هذه قواعد إلهية كلية، أن هذه الدار هي دار الابتلاء. هنا تقدم الامتحانات،
هنا قاعة الامتحانات والاختبارات، فما يهمني بعد ذلك أن الاختبارات صارت كذي أو صارت كذي، المهم اختبارات. الآن هي اختبارات الابتدائي لو اختبارات الإعدادي لو اختبارات الثانوي لو الجامعة، المهم أن أنا قاعد أعيش في فترة اختبارات ولابد أنجح في هذه الاختبارات. لذلك أقول أن احنا نعتب على الزمن ويا ريت ما صار صار الآن، هذا ما يفيد. البكاء على اللبن المسكوب على قولتهم ما يفيد. الآن احنا نعيش واقع الموبايل ما ندري بعد يتطور لأي حد، عشان الحين تقول لي أنا ما أقدر ولدي أخليه وعمره صار 12 سنة أو 15 سنة ما أعطيه موبايل، باكر ما يطلع الولد من بطن أمه ويا الموبايل، يعني ما أدري التقنية توصل لأي حد، ها؟ فلذلك يعني إحنا علينا أن ندرك زمننا ونتعامل إياه بما هو لكي نفهم كيف نعيش بهذه الأمور. أحسنتم سماحة السيد وبارك الله فيكم. في أبو عماد سؤال وملاحظة. السلام عليكم. عليكم السلام. نشكر لسماحة السيد إلمامه بهذا الموضوع الرائع، وكمان نشكر جمعية المرخ، وأسألهم إذا يمكن توفير الحلقات الثلاث لثلاث الليالي كاملة في سيديات أو على يوتيوب ينزلونها، أكون شاكرة إليكم وشكرا جزيلا. السلام عليكم. أين التربية من ابن نوح؟ أين التربية من ابن نوح؟ اللي نعرفه إحنا أنه ما دام نبي، ما دام نبي معصوم أنه قام بدوره. الآن بتقول لي أنا ما أدري والله ما شفت نوح يدرس ولده ولا شفت عاطل أي مدرسة وده، ما أدري. أنا اللي أعرفه بأنه نوح كوظيفته كأب قام بها، ولذلك يوم أيضا هذه الأخلت العاطفة وأنه ابني اللي ربيته وكذا، رب العالمين قال لي لا، كل شيء إلى حدود، كل شيء إلى حدود، زين أنه عمل غير صالح، الأنساب إليها مقام معين. كذلك إحنا اللي نقول الآن في عدل الله سبحانه وتعالى في أشياء في الحياة إحنا قد ما نفهم تفاصيلها شنو، لكن عندنا عقائد كلية أو كليات نرجع إليها من خلالها نطمئن بأن الأمر ما من حقنا أن نسأل فيه. يعني الله سبحانه وتعالى بالله عليك ليش يخلي هذا الفلان المؤمن يطلع ولد معاق عنده؟ أنا اللي أعرفه أن الله عادل، بس ما أدري ولا أقدر أبرر لك ليش الإمام المهدي ما يطلع والظلم كذي زايد، ما هو ثلاث سنوات إحنا مو كافي على أنه، وهل أعراض اللي انتهكت؟ ما أدري والله، أنا لا تسألني ولا عندي جواب، هذا شأن رب العالمين، هو الإمام المهدي ما يدري بالأصل. ولذلك إحنا نقول جنبة العقائد اللي بيها طبعاً نتكلم عنها في الجنبة البناء العمودي للطفل، مو الآن هنا، زين أنه المصاحبة، ولذلك شوفون المصاحبة كيف رب الله سبحانه وتعالى له موسى أيضاً، موسى مع في مصاحبته مع الخضر، هذه المصاحبة الصعبة المعقدة اللي علمه كيف يصبر على الأشياء، أنه قتل غلام، أنا الأخ يقول هذا غلام خبصاً ما بلغ، على أساس تقتل لجريمة يمكن إذا كبر أو لا، الله يعلم بأنه إذا كبر بيرتكبها، وين القانون بأن شنو؟ بأنه القصاص قبل الجريمة قبيح ما يجوز، أو سفينة لأن هناك في ملك يأخذ كل سفينة غصبا تروح تغرق خانته، أو ما أدري جدار، فهذه أسئلة الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الولي لهذا العبد أن يقول إليه بأنه أعلى مراتب الإيمان اللي لابد تستكملها قبل لا تروح وتعلم البشر هو تسليم الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، كما أيضا إبراهيم علم كيف يسلم أمره في أعز شخص وهو ابن إسماعيل الذي ظل ينتظره 40 سنة ويدعو الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة، بعد ذلك رزقه وهو في التسعينات كما يقال، ها في الثمانينات أو في التسعينات إبراهيم رزق بهذا الولد، ولذلك المرأة تعجبت قالوا أتعجبين من أمر الله، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي مدري شنو، هذه الأشياء كلها، لكن
غاية الأمر التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فإحنا اللي نعرفه من حياة نوح بأنه قام بوظيفته. الآن كيف طلع ولده رجال هالك، والله بعد كل نفس بما كسبت رهينة. يعني إثارات تتوالى نفس، لكن وقتكم أيضا ومنزاحمكم. نشكركم على هذا العناء وهذا الطرح الفكري الرائع. إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يوفقكم وينفعكم وينفعنا أيضا بفكركم النير. وقبل ذلك هناك إعلان بسيط من جمعية المركز الخيرية بمشروع القرية الجميلة. تدعوكم لجنة القرية الجميلة المشاركة في حملة نظافة القرية. كل ما عليكم عمله هو التنظيف أمام منازلكم وجمع القمامة فقط. دمتم بعافية. يوم العمال تاريخ 1 مايو يوم الخميس الساعة 7 صباحا. قبل ذلك هناك ممثلين إلى الأحياء الفرقان، يعني بيمرون على البيوت بيأخذون التكريم لسماحة السيد، بيأخذون أيضا معلومات عن البيت أو يعطونكم معلومات عن هاي المشروع. صلوا على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى محاضرات تسجيل المرئي موجود على حساب المأتم على اليوتيوب. الأخوان يطلبون صورة جماعية مع سماحة السيد، ولا يبي يشتري السيدي يطلب من اللجنة الإعلامية في المأتم بتسوي له سيدي لأي ليلة. ومحاضرة أمس ومحاضرة أول أمس تحملوا على يوتيوب على حساب المأتم، ومحاضرة الليلة إن شاء الله بعد تحمل الليلة. في عشاء يا جماعة بعد لا تمسك.